للتعقيب معانا على التليفون الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول المتخصص في الشؤون العربية والدولية. أستاذ أشرف مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك، قولي إيه أهم الأرقام والمعلومات اللي توقفت أمامها في هذا التقرير عن دعم قطر للإرهاب في أوروبا؟ يعني أعتقد التقرير ذكر أنه قطر دعمت حوالي 140 مشروع ومركز ثقافي في أوروبا بما يعادل 70 مليون يورو. هذا الرقم من وجهة نظري الشخصية قليل، ربما كان هذا هو ما استطاع معد الفيلم أن يصلوا إليه، لكن الواقع على الأرض يقول أن قطر أنفقت أكثر من ذلك بكثير على ما سمته الدعوة في أوروبا وما سمته الأعمال الخيرية، ولكنها في الأساس كانت أعمال وكانت أنشطة لدعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان المسلمين. قطر أمر ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذين يعني قهر سنوات طويلة القرضاوي. هذا الاتحاد كان له دور سلبي في العالم أجمع، وأعتقد أن أنشطة قطر وكان المسلمين الإسلاميين الذين دعمتهم سواء من النصرة أو داعش أو غيرها أضرت المسلمين في أوروبا أكثر ما أفادتهم. موجة العداء للمسلمين في أوروبا سببها التطرف، هذا التطرف الذي للأسف جزته قطر وغيرها من الدول التي استغلت المسلمين في أوروبا كأوراق، وبدلا من أن تدعم وجودهم جعلتهم قوة منفصلة في المجتمعات التي يعيشون فيها أشبه بالجيتو الإسلامي في الدول الأوروبية. هذا الجيتو الإسلامي يعني تسبب في النهاية إلى عزلة للمسلمين في هذه البلدان، هذا الجيتو تسبب في النهاية إلى رفض للهجرة الإسلامية، ووصلت يعني هذه الممارسات لذروتها عندما رأينا التفجيرات في فرنسا وبلجيكا وغيرها، وعندما رأينا موجة عداء شديدة جدا للمسلمين سببها قطر وأذرعتها التي سميت بالجماعات الدعوية والجماعات الخيرية. طب التقرير يؤكد يا استاذ اشرف ان هناك دعم متواصل من الدوحه زي ما حضرتك كنت بتقول طبعا، وده اللي بياكده التقرير، للمؤسسات والمراكز التابعه لجماعه الاخوان الارهابيه في اوروبا. الى اي مدى نقدر نقول انه الصله والعلاقه بين تميم والتنظيم الدولي لجماعه الاخوان الارهابيه اصبحت واضحه للجميع، يعني اصبحت ملء السمع والبصر وتتحدث عنها الان الصحف ووسائل البحث ايضا او يعني وسائل الابحاث الأوروبية والعالمية؟ يعني أولا هذا الفيلم يؤكد تماما العلاقة بين قطر والإرهاب وقطر والتطرف، لكن يعني هناك شيء آخر يجب أن نذكره. قطر حاولت عبر يعني خلال السنوات العشر الماضية أن تشتري مراكز دراسات ومؤسسات، أن تشتري مواقع إخبارية في الدول الأوروبية، أن تشتري صحف مثل الجارديان وما إلى ذلك. كل هذا استخدمته قطر للترويج للإخوان وللضرب في الدول الأخرى التي تناصرها قطر العداء. كل هذا استخدم يعني بشكل سيء جدا جدا، لكن المؤكد أن هناك الكثير من مراكز الدراسات الأمريكية والأوروبية والصحف وقعت تحت سيطرة المال القطري، وكل هذا من أجل يعني تبييض وجه الإخوان في أوروبا. ولكن يعني ما حدث مؤخرا من إرهاب في أوروبا كان وراءه الإخوان كشف يعني هذا الوجه السيء للنظام القطري. طيب قطر مولت أيضا مشروع متطرف في 6 دول أوروبية لخلق ثقافة مضادة بين المسلمين هناك، إلى أي مدى مخططات الدوحة تسيء يا أستاذ أشرف للإسلام وللمسلمين في الغرب؟ مخطط لا
تتناسب مع حجم قطر جعلت من الجزيرة وجعلت من المال هي سبيلها لكي تشعر أنها دولة عظمى إقليميا، كانت تعتقد أن الإخوان المسلمين هو ذراعها في البلدان الأوروبية وفي الولايات المتحدة والعالم أجمع، خاصة وأن الإخوان استطاعوا العشرين سنة الماضية أن يتغلغلوا وسط الجاليات الإسلامية في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن كما قلت يبدو أن يعني الكشف عن هذه العلاقة المشبوهة قد بدأ وما زال طب انا بعتذر لحضرتك طبعا علشان الصوت، ولكن الصوره طبعا وضحت ووجهه نظر حضرتك طبعا اصبحت واضحه. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف ابو الهول.